عمرو واصحابه دايما بيواجهوا مشاكل كتير لما يفكروا يطلبوا اوردر في الشغل، زي مثلا مين اللي هيجمع اوردر يطلبه، او مين اللي هيطلبه، او مين اللي هيحسب حساب كل اوردر لكل واحد فيهم. الموضوع كان ممل لدرجة ان ساعات كانوا ما يطلبوش عشان يتفادوا المشاكل دي، لغاية ما ظهر هان اوردر. كل اللي عملوه هو داونلود للآب على موبايلاتهم وعملوا جروب عليه. لو عارفين هتاكلوا ايه، هان اوردر هيلم الكل اوردر وهيطلبه لكم، ده غير انه هيطلع حساب كل واحد فيكم من الفاتورة. لكن لو لسه ما استقرتوش، هان اوردر هيخلي كل واحد في الجروب يقترح مكان ويخليكم تختاروا ما بين اكتر مكانين انتم هتختاروهم، وبرضو هيلم الاوردر ويحطه ويظبط لكم الحساب. ما توجعش دماغك في حوارات الاكل ونزل هان اوردر.